الجيران اللي المفروض انهم زي الاهل بالظبط، بل يمكن في ناس بتشوف جيرانها وتعاشرها اكتر من اهلها، وفي جيران تعرف من اسرار جيرانها اكتر من الاهل برضو، وجيران بتساعد جيرانها كانهم من عيله واحده. الجيران اللي النبي عليه الصلاه والسلام وصى عليهم وامر بضروره حسن رعايتهم والاطمئنان عليهم. اعرف راجل كان ساكن في شارعنا زمان، له جار سافر وساب مراته وولاده لمدة كبيرة. هذا الجار يا حضرات السادة الأفاضل كان لا يمكن يفطر أو يتغدى أو يتعشى هو أو مراته أو ولاده قبل ما يطمن إن مرات جاره وولادها أكلوا. قبل ما يدفع إيجار شقته كان يدفع إيجار شقتهم. قبل ما يجيب هدوم العيد لولاده كان يجيب لولاد جاره. لو حد من الولاد عي يبقى حيقطع نفسه ما بين دكتور وأدوية ومستشفى لو لازم الأمر. ولما كان حد أو أي حد يندهش من تصرفاته كان يقول ده جار يا ناس، ده العشرة والزمالة، ده الصبح والمساء، ده الفرح والزعل. إزاي أتخلى عن ولاده وهو مش موجود؟ دي مسؤولية في رقبتي لازم أتحملها. حقيقي ده الجار اللي يراعي جاره، مش كده ولا ايه؟